عدى أسبوع كمان على أبطالنا ونقول نبذة مختصرة. ملكة حبست نفسها طول الأسبوع وما خرجتش من البيت وبتفكر في زياد كتير، وكمان شافت إن ملك متجاهلها ومبتكلمش معاها. ملكة جواها البذرة اتحركت وبدأت تنبت حب لزياد، ونفسها تعرف إيه اللي حصل لأنها مش فاكرة حاجة خالص، وبتفكر إنها عايزة تتكلم مع زياد لأنها عرفت إنه فعلا رجع والعيلة كلها عرفت. أما زياد تاني يوم اتصل على هدى ومهد لها الموضوع وقاله إنه وصل القاهرة وهيكون عندها خلال ساعات، وهدأ قلبها. وهدى قلبها كان هيقف من الفرحة. أول ما عرفت خبر رجوع زياد كانت بتلف في الشقة زي المجنونة، اتصلت على حسام اللي ساب المكتب وجاري ركب العربية أول ما عرف إن ابنه زياد جاي في الطريق. زياد أخيرا وصل عند باب شقة هدى، الباب اتفتح من قبل ما يخبط. كانت هدى واقفة مستنية ورا الباب من بدري، وأول ما هدى شافت زياد بهيئته الجديدة ما كانتش مصدقة إن ده ابنها. حضنت زياد، صوتها كان مسمع عند الجيران اللي فتحوا الباب وتأثروا بدموع هدى. زياد دخل هدى كلها في حضنه وغصب عنه دموعه نزلت. هدى مسكت وش ابنها وباست كل حتة فيه، ومسكت ايد زياد وباستها من فرحتها. كانت بتعيط، ابني نور عيني ضلي وسندي، ابني رجع يا ناس، ابني زياد رجع بالسلام. خلاص يا أم زياد اهدي، انا هو خلاص قدامك وحدي الله. الجيران سلموا على زياد وكانوا مبسوطين انه رجع بعد غياب. وبعدها هدى دخلته الشقة ومسكت ايده الاتنين وتمسك وشه بايديها وتمسك دراعاتها تتاكد انها مش بتحلم. حضنت زياد تاني من فرحتها وخدت زياد وقعدت في الليفينج. وبعدها سمعوا الباب بيتفتح وكان حسام دخل بسرعه، وقف قدام الليفينج وشاف ابنه اخيرا، وكانه شايفه قدامه شخصيه مهمه كبيره قوي. زياد وقف اول ما شاف حسام والاتنين اتحركوا وحضنوا بعض. زياد اترمى في حضن ابوه اللي بيعيط كانه ابنه من صلبه. محدش اتكلم وحاضنين بعض وساكتين لحد ما حسام كسر السكون. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك يا بابا، ما شاء الله كبرت يا زياد، الله اكبر على الهيئه اللي انت فيها. ايه بس يا ست الكل بتعيطي ليه؟ بعيط من فرحتي، فرحانه اني شفتك يا زياد، كنت خايفه اني اموت قبل ما اشوفك يا حبيبي. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده، انا قدامك اهو يا ام زياد، خلاص بقى وحدي الله. لا اله الا الله، انت جعان صح؟ انت اول ما كلمتني وعرفت انك جاي عملت لك الاكل اللي انت بتحبه. ثواني يا روحي وهجهز لك السفرة. انت عطشان مش كده؟ تلاقيك عطشان، ثواني هجيب لك مية، ولا اقول لك اجيب لك عصير احسن. انا هجيب لك عصير. وراحت جابت المية والعصير وقدمتها لزياد. الحمد لله على سلامتك يا ضناي، الله يسلمك يا ام زياد. ايه بقى مش هتدوقيني اكلك اللي وحشني؟ قامت هدى بسرعة وجريت على المطبخ وكأنها بنت العشرين، جهزت الغدا وقعدوا تغدوا. كنت فين وسافرت ازاي ورجع امتى؟ هدى سألته كان فين وسافر ازاي ورجع امتى. زياد حكى لهم كل حاجة وان ادم السبب في اللي زياد وصله دلوقتي. حكى لهم على مستوى زياد دلوقتي، وهدى كانت فرحتها ما تتوصفش ان ابنها بقى رجل اعمال وما شاء الله عليه. هدى وحسام دعوا لآدم كتير إن ربنا جعله سبب في إن زياد اتغير للأفضل وأثبت نفسه. بعدها زياد قعد معهم شوية وقال لهم إنه هيقوم يروح لمريم أخته. ما كنا قلنا لها وهي جت ما ينفعش يا أم زياد، أنا أخوها الكبير وأنا أول مرة هروح لها بيتها بعد الجواز. زياد طلع ظرف الأم وحطه في إيديها. ده مبلغ ليكي، أنا ابنك وكلي وفلوسي ملكك. هدى وقفت عند البلكونة وزياد ركب عربيته، وهدى لما شافته بيركب العربية الفخمة ما كانتش مصدقة وفضلت تقرأ قرآن وتحصنه لأن هيبته مش عادية. ووصل عند فيلا عزيز، دخل عليهم وكلهم كانوا قاعدين بيتغدوا ويضحكوا مع بعض. كان يوسف بيهزر مع مريم وماسك إيديها. مريم مكسوفة كانت بتبص بالصدفة شافت حد واقف بعيد. مريم قلبها دق، وقفت مرة واحدة وبتدقق في النظر. هو مبروك يا قلب زياد، أبي زياد، أبي زياد. زياد شالها وساكت ودموعه نازلة غصب عنه لأن شايف مريم أخته كبرت وعايشة في مستوى كويس ودكتورة صيدلة قد الدنيا. شيرين وهنا عيطوا، ويوسف فرحان إن زياد أخيرا رجع، وزعلانة عشان مراته بتعيط. أشرف ومصطفى مبسوطين لأنه واضح إن زياد راجع ومالي مركزه ومهتم بلياقته البدنية. خلاص أنا قدامك أهو، أنا رجعت يا مريم. مش عارفة بقى بطلي عياط. اهدي يا حبيبتي، اهدي وفرحي، أنا رجعت أهو، بتعيطي ليه؟ أشرف قرب على زياد وسلم عليه، وزياد راح سلم على مصطفى وشيرين وسلم على يوسف. الحمد لله على السلامة يا ابني، الله يسلمكم، أنا آسف إني دخلت كده، ومادام هنا منتقبة أنا من فرحتي نسيت، آسف بجد.
ولا يهمك، كده كده هنا لما بتنزل تحت بتبقى لابسه النقاب زي ما انت شايف عشان لو حد جه. اتفضل استريح. كريم فين يا مريم؟ كريم فين يا مريوم؟ ابن اختي فين؟ يوسف شاف مريم فرحانه ومش مصدقه. يوسف اتحرك، هو فوق مع الداده، ثواني هطلع اجيبه. يوسف طلع وجاب كريم ونزل. زياد شاله وضمه وباسه كتير، وكريم اتعلق بزياد وضحك معاه وقعد شويه وقام مستأذن وخرج ظرف لمريم. دي هديه جوازك مع هديه نجاحك وكمان ولادتك بكريم القمر ده، والحمد لله على سلامتك يا قلبي، والف مبروك الصيدله. مبروك يا مريم يا حبيبتي. انت هتمشي؟ انا مش عايزه حاجه، انا عايزك انت. وانا موجود، معلش يا حبيبتي انا هروح لهدى لانها مش هتسيبني، وحلفت ان اقضي معاهم اليومين اللي جايين دول لحد بظبط اموري. شكرا يا ابي، بس مفيش بس، وانت ويوسف معزومين بكره عندنا اوكي؟ وفعلا عزمهم عند هدى، وكانت عزومه مميزه. مريم لما عرفت ان زياد ربنا فتحها عليه وبقى رجل اعمال كانت حاسه بالفخر ومبسوطه قوي لاخوها. زياد طلب من هدى انه هيروح يعيش في شقته الكام يوم دول لحد ما يبني الفيلا وياخدهم يعيشوا معاه، لكن هدى قالت له انا قاعده في بيتي ومش هسيبه يا زياد، والفيلا دي يا قلبي انت هتتجوز فيها. انا قاعده في بيتي ومش هسيبه يا زياد، والفيلا دي يا حبيبي هتتجوز فيها. مش وقته الكلام ده، استأذنها علشان يمشي، لكن هدى حلفت عليه انه يقعد معاهم الاسبوع ده عشان تشبع منه. لو ليا غلاوه عندك خليني اشبع منك. فارس طبعا الضحكه مش بتفرقه من المجنونه الصغيره اللي كبرت قدامه ولسه مجنونه، وقالت له خلاص هي مش قادره تبعد عنه اكتر من كده، وانه لازم يتجوزها. وفعلا كتبوا الكتاب في شقتها، والشاهد كان ادم ومحمد، وطارق كان مبسوط جدا وحاسس ان رودي نفس دماغه ومجنونه زيه، لانهم بعد كتب الكتاب قعدوا يهزروا كتير مع بعض، ورنا وفارس مذهولين، ورنا حست بالغيره وراحت داست على رجل طارق. انت شكلك نفسك تطلع ترند وانت متقطع صح؟ ونقول مبروك لفارس انه كتب كتابه على المجنونه، وتحدد فرحهم بعد كام شهر. زين واخد اجازه من شغله وقاعد جنب ريتال اللي كل شويه بتتعب اعصابه. زين بيعد الايام عشان ينتقم منها على اللي هي عملته معاه. ريتال كل شويه تغري زين بحب وهي مش عارفه انها هتدفع ثمن كل ده، واريان وريان مطلعين عينيهم، لكن مريم بتساعدهم واقفه جنبهم. مالك في شغله ومركز، لكن كل ما يبص في الساعه اللي جابتها له ساره يبقى عايز يقلعها ويرميها، لكن ما بيقدرش، وعنده دايما احساس انه هيقابل ساره تاني، ورافض موضوع الجواز نهائي، وقال لهم انه هيعيش كده ومحدش يتكلم معاه تاني في موضوع الجواز. اما فريحه نايمه جنب بنتها كل يوم ودايما تفكر في مرادها، لانها دايما بتحس بالوحده من غيره، وبتعد الايام وانه عدى اكتر من 4 شهور، واوقات كتير نفسها تتكلم معاه لكن دايما تليفونه مقفول حسب شغله، ومش قادره على فراقه اكتر من كده، وكل يوم تنام ودمعتها على خدها وهي ما تعرفش انها تشوف مرادها بكره. اما رينو نايمه في حضن تيم، وكل شويه تفكر في فهد في انها خلاص بكره هتشوفه في الحفله، ومحتاره تلبس ايه وهتقابله ازاي. عاشت في حلم اليقظه لحد ما استسلمت للنوم. مراد وفهد خلصوا كل حاجه وقدموا الادله، ومدير الجهاز شكرهم واثنى عليهم وبشرهم بالترقيه لكل واحد فيهم. فهد هيترقى ويبقى ظابط، ومراد هيبقى رائد، وكانوا مبسوطين جدا. المدير قال لهم انهم لازم يطلعوا على المستشفى ويعالجوا جروحهم، لكن فهد رفض وقال له ان اخته دكتوره وهي هتتعامل معاهم، وقرروا انهم يروحوا النهارده قبل بكره، ومراد عايز يفاجئ فرحته. فهد عايز يرجع لشقته عشان يعيش براحته مع ذكرياته المعشوقه الصغيره، وماسك السلسله في ايده وقافل عليها. اما محمد ونور عاشوا اول يومين اجازه وكانوا يومين عسل. محمد ما كانش بيخلي نور تقوم من السرير غير على الحمام، كان بياكلها ويبادلها الحب. وبعد اليومين اخدها وراحوا قعدوا عند مريم. كل يوم محمد بعد ما يرجع من المستشفى يهتم بيها، واخر اليوم ياخدها اوضتهم عند ادم ويبادلها الحب، وعايشه احلى اسبوع، لان نور كانت بتنام كويس وفايقه طول الليل. محمد كان عايز كده انها تكون فايقه وكويسه. اما ادم ومريم طول الاسبوع مشغولين بالاحفاد والتجهيزات، وكل حاجه تمت على خير، وعزموا كل العيله والاصدقاء والحفله بكره، واخيرا ادم خد اميرته في حضنه وناموا عشان وراهم بكره يوم طويل.